طول عند الانتر اتريال سيبتم، يا اما طول عند مين؟ الانتر اتريال سيبتم اللي هو السيرفس السيرفس ده من جوه. خلاص السيرفس ده من جوه ناحيه الرايت اتريوم هنلاقي عليه ديبريشن اوبن. شايفين الديبريشن ده كده؟ شايفين الديبريشن ده؟ الديبريشن ده اهو هتلاقي حته فيها عامله زي الديبريشن شويه كده، غير الفتحات نفسها في ديبريشن عامله زي بصمه الصنب كده. خلاص بصمه الصنب دي موجوده اكتر اهي اللي هي الحته دي. طب اعلمها لكم بس كده مفتوحه، انا بعملكم على انكم ساقطين. خلاص اهي شايف البتاع اللي متلونه باللون الاحمر دي؟ هتلاقيها ديبريسد شويه عن بقيه السبتم، هتلاقيها ايه؟ ديبريسد شويه عن بقيه السبتم، دي اللي عامله زي بصمه الصم. خلاص دي كانت اهي، شايف البتاع الاحمر اللي جوه ده؟ ديبريشن اللي جوه الاحمر ده هو ده الصمب ديبريشن. خلاص طب الصمب ديبريشن الناس دي شايفه؟ طيب الصمب ديبريشن ده اهو، شايفه؟ اهو بتاع الاحمر اللي جوه ديبريشن. خلاص الصمب ديبريشن ده كان اصله في الفيتال لايف كانت فورم او فتحه. خلاص كان اسمها فورامين اوفال. حد يعرف دي كانت معموله بمين؟ ها؟ برافو عليك، اوستيا سكندر. خلاص اوستيا سكندر كان عندك، كان عندك الممبرين اللي بينزل في الاول اللي اسمه سبتم برايمر. خلاص سبتم برايمر كان فيه فتحه تحت، وبعدين نزل السبتم سكندر الفتحه اللي تحت قفلت وبقى فيه خرم من فوق في في السبتم برايمر. خلاص اللي هي اسمها اوستيا سكندم. خلاص وبعدين لما نزل السبتم سكندم بقى فيه كريسنت شيب تحت اللي هي الفورم الاوفال. ما بقى مش عارف بصوا كده اهو. ومين مين نوع مين؟ نور ولا مين؟ بصوا كده يا اولاد، لو نفترض رسمة جروب ان دي التو اتريا. خلاص ده التو اتريا. في الاول خالص انت عندك في حاجه اسمها ايبي كانال، صح؟ مش كان في ايبي كانال وكان في اتريو فنتريكيولار سيستم تو ايبي كاشنز، صح كده؟ كان بينزل اول حاجه سبتم برايمر. السبتم برايمر ده كان كريسنتك ان شيب، صح؟ ليه؟ لان الانتيرير اند والبوستيرير اند بيكبروا اكتر من الميدل بارت، فكان في فتحه هنا دي اسمها اوستيوم برايمر. خلاص طب وبعدين نزل سبتم تاني اسمه سبتم سكندم. طب عشان السبتم سكندم ده ينزل الفتحه دي كانت جروث، خلاص السبتم ده كمل من هنا. طب وبعدين ظهر فتحات تانية هنا من فوق، خلاص بقى اسمها اوستيوم سكندم. خلاص وادي السبتم سكندم اللي نازل، خلاص هو كمان نازل شكله بريزنت ان شيب لان الانتيرو بوستيرور اند بينمو اسرع من الميدل بارت. فبص بقى في كده فتحه هنا هيعدي منها البلط كده، صح كده؟ تمام. متخيلين ولا مش متخيلين؟ تمام. تمام؟ طيب يبقى الفتحه دي اسمها فورم الموبال اللي هي هتعدي البلط من الرايت اتريوم للليفت اتريوم عن طريق الاوستيا سكندر. دي مفتوحة. خلاص؟ طيب وبعدين ايه اللي هيحصل بقى؟ الفرن الموبايل دي مفتوحة في الفيتال لايف. أول ما البيبي ياخد نفسه يطلع بره وياخد نفسه يعيط ياخد نفسه يحصل انفليشن للنج. أول ما يحصل انفليشن للتو لانجز البريشر يزيد. طب اللانجز دي بتصب على مين؟ على اللفت اتريوم، صح كده؟ طب البريشر هنا عالي مرة واحدة هيزق. البريشر هنا عالي مرة واحدة هيزق. السبتم برايمم على السكندم فيقفلوا الفورم الاوفال دي لان البريشر عالي مره واحده فقفلنا الحته دي. خلاص تمبرالي لحد ما يحصل فايبروزس والفورم ده يقفل خالص. خلاص لحد ما يحصل فايبروزس والفورم ده يقفل خالص. حلو قفله الفورم دي بقى هي دي اللي سايبه الصمب امبريشن. خلاص اللي سميناها فصه اوفال، كانت فورم الاوفال بقت فصه اوفال. عشان كده الفصه اوفالس احسن نشوفها على الرايت اتريوم اكتر من الليفت اتريوم. عرفت ليه؟ لان كان مكان اصلا الفورم
فورم الاوفال على الرايت سايد مش على الليفت سايد خلاص. فلما قفلنا السامبل امبريشن بان اكتر من الرايت اتريوم مش من الليفت اتريوم. ليفت اتريوم هيبقى في حاجه فينت خالص كده خلاص، هيبقى في حاجه فينت. طب حلو، الفتحه دي اللي قابلته بقت فوسا وفالس، التو ايدجز بتوع سبتم سيكاندم هما دول اللي هيعملوا حاجه اسمها انيولس وفالس. هما دول اللي هيعملوا حاجه اسمها ايه؟ انيولس. يبقى الفوسا وفالس بالسام شيب امبريشن دي معموله من السبتم سيكاندم لما قفل الفوسا او الفورم الاوفال لما قفل، والانيولس وفالس دي كانت ايدج خلاص. طيب دول هنشوفهم فين؟ على الرايت سايد. تمام وصلت؟ طب الحمد لله. طيب يبقى دي الفتحه الخامسه او الدبريشن الخامس اللي موجود على البوستيريور سموث بار بتاع مين؟ بتاع الرايت خلاص. وادي الانترنال ستراكشر بتاع الرايت اتريوم. صعبه؟ سهله، انتيريور وبوستيريور، انتيريور وبوستيريور خلاص. طيب الانتيريور كريستا ترميناليس ماسكولي بيكتيناتي خلاص، البوستيريور سموث. الفتحات اللي موجوده فيه عده، سيرفينا كيفا، انفيروفينا كيفا، ترايكاسبيد، كوروناري ساينس، والفوسا اوفالس والانيلس اوفالس. في حاجه ممكن تفتح تاني؟ برافو عليك خلاص. في اتنين فينز فاكرين كانوا بيجوا على الانتيريور سيرفيس ويعملوا كروسنج للرايت كوروناري، فاكرين الكلام ده لما كنا بنقوله؟ فاكرين الرايت كورونر اللي كان بيجي هنا؟ وفي تو فينز صغننين او ثلاثه فينز صغننين بيعدوا على الرايت كورونري عشان يفتحوا دايركتلي في الرايت اتريا، كان اسمهم انتيريور كاردياك فينز، انتيريور كاردياك فينز. وفي فينز ماينيوت صغننه خلاص بتفتح دايركتلي برضه في الرايت اتريا اسمها فينيكوردس فينز. اسمها ايه؟ فينيكوردس فينز. ده بالنسبه لمين؟ الانترنال ستراكشر بتاع الرايت اتريا. تعال نشوف الانترنال ستراكشر بتاع الليفت اتريوم نفس الكلام. بتاع الليفت اتريوم نفس الكلام، ليه؟ لان هما جايين من نفس الحاجه، برضه في بريميتيف اتريوم والساينس فينوزس، بس المره دي ساينس فينوزس ابزوربد على الناحيه الرايت. انما مين هنا اللي هيبقى ابزوربد على الناحيه الليفت؟ البالمونري فينز. اللي هيبقى ابزوربد على الناحيه الليفت مين؟ البالمونري فينز. وده منطقي، كان عندك بالمونري فين واحد عباره عن تو برانشز من التو لونجز، وكل برانش من التو لونج كان مقسوم اتنين كمان، فانت عندك ستيم مقسوم فرعين وكل فرع من دول مقسوم اتنين. طب انا عايز اربعه يفتحوا في الليفت اتريوم، هفضل اعمل ابسوربشن 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 لحد ما الاربعه دول يفتحوا لي فين؟ في البوستيريور سيرفيس بتاع الليفت اتريوم. البوستيريور سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الليفت اتريوم. كويس. طيب يبقى احنا عرفنا الانتيريور راف بارت، الانتيريور راف بارت بتاع الليفت اتريوم، هنا مفيش كريستا ترمينالس، هنا مفيش كريستا ترمينالس، هنا في ماسكولي بيكتيناتي على طول خلاص، هنا في ايه؟ ماسكولي بيكتيناتي على طول، وعند الاوركل بتبقى ترابيكيلي مختلطه ببعض خلاص. طيب ده الانتيريور راف بارت. طب البوستيريور سموث بارت زي ما انت شايف كده شكله كوادرانجولر عشان بيفتح فيه الفور بالمونري فينز، عشان بيفتح فيه ايه؟ الفور بالمونري فينز. طيب مين كمان بيفتح في البوستيريور سموث بارت بتاع الليفت اتريوم؟ الفتحه بتاعتنا الكبيره اللي اسمها اتريو فنتريكولار اوريفيس، بس على الناحيه الشمال المره دي اسمها ايه؟ ميترال اوريفيس. اسمها ايه؟ ميترال اوريفيس، عشان بتبقى جاردد بفالف، هذا الفالف ليه تو كاسبس بس، فسميناها ميترال او باي كاسبيد خلاص. تمام. طيب كويس قوي. وبيفتح فيه مين كمان؟ الفينيكوردس، الفينيكوردس مينيمال. طيب وعلى الانتر اتريال سيبتم اللي هو الميديال وول بتاعته هتلاقي فيه ايه بقى؟ الفينت امبريشن بتاع الفورم الاوفال، الفينت امبريشن بتاع الفورم الاوفال، بس طبعا زي ما انا قلت لكم باينه على الرايت سايد اكتر من الليفت سايد، باينه على الرايت سايد اكتر من ايه؟ من الليفت سايد. صعبه الاتريا؟ سهله خالص يعني. دي شبه دي باختلاف حاجات بسيطه، ايه هي الحاجات البسيطه؟ ان مفيش هنا كريستا ترمينالس على الليفت سايد، والفتحات مختلفه، فتحات الرايت سايد غير فتحات الليفت سايد، فتحات الرايت سايد غير فتحات الليفت سايد. طيب كويس قوي. نيجي بعد كده لمين؟ للفنتريكلز. نيجي بعد كده للفنتريكلز. الفنتريكلز موجوده ناحيه
anterior من الجريت فيسلز. عندي كام فنتركل؟ رايت فنتركل واحد، ليفت فنتركل. بصوا كده الرايت فنتركل اول واحد لو تفتكروا ده بيمثل قد ايه من الاسترنو كوستال سيرفيس بتاع الهارت. الرايت فنتركل كانوا بيمثل الرايت تو ثيرد، يعني واخد معظم الاسترنو كوستال سيرفيس، والتلت بس منين؟ من الدايفراجماتيك سيرفيس اهو. طيب ده بالنسبه للليفت فنتركل موجود انتيريور اند تو ذا رايت اهو، مش الهارت نفسه بحطه كده. الليفت فنتركل ده انت شايفه فين؟ انتيريور اهو قدام اند تو ذا رايت من الليفت فنتركل. خلاص يبقى الرايت فنتركل يمثل الانتيريور تو ثيرد سترنو كوستال سيرفيس اوف ذا هارت، والبوستيريور وان ثيرد اوف ذا دايفراجماتيك سيرفيس. خلاص. طيب تاني حاجه البوزيشن بتاعه بالنسبه للليفت فنتركل موجود فين؟ انتيريور اند تو ذا رايت. طب ده هيفيدني فين لما يجي يعلم لك هنا؟ انا معلم فين؟ انتيريور تو ذا رايت، وفين؟ قدام الجريت فيسلز. يبقى انت مغمض عينك ده الرايت فنتركل على طول. طب معلم لك هنا بوستيريور تو ذا ليفت، خلاص، وقدام الجريت فيسلز برضه، يبقى ده الليفت فنتركل وش على طول من غير ما تبص. خلاص معلم لك ورا يبقى دي اتريا، وبص هل ده شباك؟ يبقى ليفت اتريا ناحيه الليفت، ولا هل ده عامل زي الاسطوانه وناحيه الرايت بوتر الظهار؟ يبقى ده رايت اتريا. خلاص كل ده بيفيدنا فين؟ في ان انت تعرف انت في انهي تشامبر لما يعلم لك حاجه. خلاص. طيب تعالوا نبص كده على الانترنال ستراكشر بتاع كل فنتركل من دول. اول حاجه الانترنال ستراكشر بتاع الرايت فنتركل، تخيل ان سمك تخانه الرايت فنتركل 9 مللي. سمك تخانه الرايت فنتركل ايه؟ 9 مللي. تخيل ان سمك تخانه الليفت فنتركل، برافو عليك، 3 اضعاف الرايت فنتركل. انت متخيل؟ يعني الليفت فنتركل سمكه قد كده اهو بالنسبه للرايت فنتركل. طب ده ليه؟ برافو عليك، عشان هو هيزق اجينست، هيبمب اجينست بريشر معين. الرايت فنتركل هيبمب اجينست البالمونري بريشر، خلاص، اللي هو 35 ملم مربع، برافو عليك. انما الليفت فنتركل هيزق اجينست سيستميك بريشر اللي هو 120/80 ضغط دمك العادي. خلاص، عشان كده سمك تخانه الليفت فنتركل 3 مرات اكبر من سمك تخانه الرايت فنتركل. طب بالمناسبه سمك تخانه الاتريا 3 ملم. خلاص، يعني الفنتركل الرايت فنتركل اتخن 3 مرات من الاتريا. خلاص، يبقى ده اتخن من ده 3 مرات وده اتخن من ده 3 مرات. خلاص. طيب كويس قوي، زي ما كانت الاتريا جايه من تو اوريجنز، فالفنتركلز برضه جايه من تو اوريجنز، اللي هم مين بقى المره دي؟ اللي هم جايين جزء منها من البلبس كوردس وجزء منها من البريميتيف فنتركل. جزء منها من البلبس كوردس وجزء منها من البريميتيف فنتركل. عشان كده الفنتركل عندي، الفنتركلز عندي مقسومه لتو كوردز. مقسومه ايه؟ لتو كوردز، حاجه اسمها رف ان فلو كورد وحاجه اسمها سموث اوت فلو كورد، برافو عليك. طيب غير ان هم جايين من تو امبيرولوجيكال اورجنز، فربنا ليه خلى برضو الان فلو بالذات هو اللي رف؟ ليه ما يكونش الاوت فلو هو اللي رف والان فلو هو السموث؟ ايوه، عشان في مصر، ما هو الرف ده في مصر ليه؟ يهدد الدم اللي داخل في الدم. ايوه، بص كده، انت في عندك دم راجع من الاتريا، الاتريا بيكونتراكت فبيعدي جت من البلاد فلو. خلاص، بيعدي ايه؟ جت من البلاد فلو على الفنتركل. تخيل لو كان الفنتركل الانفلو بارت سموث، كان هينزل الجت اوف بلاد ده ببريشر معين يجرح. يجرح مين؟ يجرح السموث بارت بتاع الفنتركل. خلاص، هو جايب جت معين، كان لازم يبقى فيه ماسلز تستقبل البريشر ده او الرفنس ده. خلاص، عشان ما جرحش مين؟ عشان ما جرحش التونت الهارت. طب وايه اللي هيحصل لو التونت الهارت اتجرحت؟ فايبروزس. فايبروزس، لا مش هيبقى، لا بتاع انفاركشن، لا ايه ده ولا حاجه. خلاص، لازم هتاخده بعد كده في الباثولوجي او الفسيولوجي، ان لازم البلاست ريم يبقى ماشي في فيسل سموث او في حته سموث. اول ما الحته دي تتجرح
البليتلتس تجري عليها. يعني البليتلتس هتجري عليها تعمل بليتلت بلوك وتيجي الاربسيس والفايبرين مش عارف ايه تعمل لك جلطه. طب الجلطه دي تديتاتش وتروح في اي حته تعمل امبولايزيشن. خلاص يبقى عرفنا ليه الانفلو بارت لازم يبقى رف حاجه تستحمل الايجكشن بتاع البلاد او الفلو بتاع البلاد اللي نازل على الفنتري. خلاص طيب وليه سموث اوت فلو بارت؟ انا عايز بقى خلاص احنا كده استقبلنا الدم هبدا كونتراكت فانا عايز سموث سهل الحركه بلاد فلو عشان امشي اجينست ريزيستنس على طول. خلاص عشان امشي اجينست ريزيستنس عشان كده ربنا خلى الانفلو بارت هو اللي يعرف والاوت فلو بارت هو السموث. تعالوا نشوف كده الاوتفلو بورت بتاع الرايت فنتريكل اي اس والاوتفلو بورت بتاع الليفت فنتريكل اي اس تاني. خلاص ده اختلاف مسميات مش اكتر. خلاص الاوتفلو بورت بتاع الرايت فنتريكل اسمه انفانديبولار اسمه فالمونري انفانديبولار اسمه ايه؟ فالمونري انفانديبولار. خلاص طيب بينما الاوتفلو بورت بتاع الليفت فنتريكل اسمه اورتيك فيستيبيول اسمه ايه؟ اورتيك فيستيبيول. اختلاف مسميات مش اكتر. خلاص اختلاف مسميات. يبقى الاوت فلو بارت على الرايت سايد اسمه انفانديبولار او بالمونري انفانديبولار. الاوت فلو بارت على الليفت سايد اسمه فيستيبيول او اورتيك فيستيبيول. طيب حلو قبل ما نتكلم على البالمونري انفانديبولار والاورتيك فيستيبيول تعالوا ناخد الراف بارت بتاع الفنتري. الراف بارت بتاع الفنتري بالتحديد هنتكلم عن الراف بارت بتاع الرايت فنتري. طيب مبدئيا احنا قلنا ان هو رف وانتوا قلتوا لي ليه؟ عشان فيه ماسلز. طيب بص كده الماسلز مترتبه فيه ازاي؟ الاوت فلو بورت بتاع الرايت فنتريكل الماسلز مترتبه فيه كبندلز بشكل هابهازرد مديالك شكل الاسبونج او السفنجه. خلاص يبقى تاني الماسل بندلز بتاع الفنتريكل خلاص مترتبه هابهازردلي مديالك شكل السفنجه او الاسبونج. خلاص طيب الماسلز دي بنسميها ايه؟ خلاص بنسميها ايه؟ لا بنسميها تروبيكلي كارني. بنسميها ايه؟ تروبيكلي. من اسمها تروبيكلي يعني عامله تروبيكيليشن والتروبيكيليشن ده شكل الاسبونج او شكل الشبكه اسمها ايه؟ تروبيكلي كارني. خلاص طب ايه تروبيكلي كارني دي؟ دي عباره عن bundles of muscle fiber خلاص مترتبه haphazardly فمديه الفنتريكل شكل الاسبونج او شكل الشبكه. خلاص طيب ايه الفرق الرايت سايد عن الليفت سايد؟ الرايت سايد البندلز بتاعته او الترابيكال كارني بتاعته كورس يعني كبيره وعدد اقل. كورس يعني كبيره وعدد اقل انما الليفت سايد نيومرس كتيره وفاين شويه. خلاص وفاين شويه ليه؟ هو ربنا حط كده اي حاجه على الفاضي علميني يا بتوع المدارس. لا ليه؟ اولا زي ما احنا قلنا هنا بضيف اجنس بريشر عشان ادي مساحه للدايستول عشان ادي مساحه للدايستول. الليفت فنتركل عايز يضخ اجنس بريشر عالي فلازم يوسع لحد ما يملى ويجمع مومنتم زي ما بيقولوا وبعدين يكونتراكت فيجكت اجنس بريشر عالي. فانا عشان كده عايز موسلز كتيره عايز موسلز كتيره عشان لما توسع تدي براح لان انا اعمل فالنج كويس ولما كونتراكت تبقى القبضه بتاعتي قويه اجنست بريشر عالي. خلاص انما الرايت سايد لا انا البريشر عندي قليل شويه. خلاص وانا رايح لللنجز مش رايح للبودي كله. خلاص طيب ده الفرق ما بين التروبيكلي كارني عن ناحيتين. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي موجوده؟ حاجه ثانيه موجوده ماسل باند. ماسل باند موجوده على الرايت سايد او في الرايت فنتريكل مش موجوده في الليفت سايد. مش موجوده فين؟ في الليفت سايد. الماسل باند دي اسمها مودريتور باند. اسمها ايه؟ مودريتور باند او سيبتو مارجنال باند او ايه؟ سيبتو من اسمها سيبتو مارجنال يعني طالعه منين؟ السيبتم اللي هو الانتر فنتريكولار سيبتم ورايحه ناحيه المارجن بتاع الرايت فنتريكل ورايحه ناحيه المارجن بتاع الرايت فنتريكل. يبقى انت من اسمها سيبتو مارجنال عرفت هي ماشيه ازاي؟ طالعه من السيبتم من الانتر فنتريكولار سيبتم وكروس
طيب ده المكان. بصوا من اسمها برضو هتعرف الفانكشن بتاعت اسمها مودريتور باند. يعني ايه مودريتور باند؟ مودريتور، المودريتور دي حاجه بتنظم كهرباء، مش المودريتور دي حاجه بتنظم كهرباء؟ طيب حلو، ليه اتسمت بقى مودريتور باند ده؟ عشان ماشي فيها الرايت باندل. عشان ماشي فيها ايه؟ الرايت باندل. الرايت باندل دي تبع ايه؟ تبع الكوندكتيف سيستم بتاع الهارت. تبع مين؟ كوندكتيف سيستم بتاع الهارت. ما اعرفش انتوا خدتوه ولا لا في النظري، خدتوا الاس اي نود بتطلع كهرباء بتاعه الاتريا عشان توصل للهيفي نود، ومن الهيفي نود هنزل على الهيفي باندل. حلو، والهيفي باندل تبدا توزع للتو فنتريكلز. على الليفت فنتريكل هتروح دايركتلي غير مودريتور باند، عشان انا اصلا الكونتينيويشن بتاع السيكتر، فهمشي الليفت باندل برانش تمشي في الوول بتاع الليفت فنتريكل على طول، انما الرايت باندل برانش لا، ده هو ده اللي هيعدي في المودريتور باند. هو ده اللي هيعدي فين؟ في المودريتور باند عشان يكهرب الرايت فنتريكل. عشان يكهرب ايه؟ الرايت فنتريكل، والكهرباء بتاع الهارت بالفسيولوجي. خلاص؟ طيب يبقى ده بالنسبه لمين؟ للمودريتور باند او اللي اسمها سيبتو مارجنال باند. خلاص؟ ودي موجوده فين؟ على الرايت سايد، مش موجوده على الليفت سايد. خلاص؟ طيب ادي دي حاجتين اهم قلناهم في الرف ان فلو بارت بتاع الفنتريكل. ثالث حاجه ايوه ماسكولار بروجكشن. طيب ايه الفرق بينها وما بين التروبيكال كارني؟ التروبيكال كارني في الوول نفسها خلاص، وعامله زي التروبيكالي خلاص، انما البابيلاري ماسلز دي بروجكشن، دي عامله زي الكون. يعني ادي الوول اهي، هي طالعه في اليومن عامله زي الكون خلاص، فده عباره عن كونال بروجكشن من المصل طالع جوه اليومن بتاع مين؟ جوه اليومن بتاع الفنتريكل نفسه. خلاص، على الرايت سايد عندي ثلاثه بابيلاري ماسل، على الليفت سايد عندي تو بابيلاري ماسل. ليه؟ نرجع للفانكشن بتاع البابيلاري ماسل. هي ايه الفانكشن او ايه وظيفه البابيلاري ماسل دي؟ مبدئيا البابيلاري ماسل دي بيطلع منها حبال خلاص، هي نفسها عامله زي الكون جوه اليومن، هيطلع منها حبال. برافو عليك، اسمها كوردا تنديني. اسمها ايه؟ كوردا تنديني. خلاص، طيب دي ليه؟ عشان تروح تمسك في الكاربس، عشان تروح تمسك في الكاربس بتاع مين؟ بتاع الاتريو فنتريكولار اورفيس، بتاع الاتريو فنتريكولار اورفيس. ليه هتمسك في الكاربس؟ ليه؟ عشان الاوت فلو، الباك فلو، باك فلو. ايوه بص كده، هو الدم جاي منين؟ جاي على الاتريوم، ومن الاتريوم هينزل على الفنتريكل. طب الفنتريكل وظيفته ايه؟ بيبمب البلد. بص كده، لما هاجي بمب ايه اللي يمنع ان ده ما ترجعش في الاتريوم تاني؟ فور الكاسبس. بص كده، الكاسبس دي مختلفه في الاتريوم فنتريكولار اورفيس عن البالمونري والاورتا. الكاسبس في الاتريو فنتريكولار اورفيس لينير، الكاسبس في الاتريو فنتريكولار اورفيس مالها لينير، بمعنى البلاط هيعدي، ادي الاتريوم فوق وادي الفنتريكل تحت، البلاط هيعدي من الاتريوم هتفتح كده. طب الفنتريكل هيبدا ايجكت البلاط، ايه اللي يمنع رجوعها؟ لما ايجكت البلاط من هنا البريشر ده هيرفع الكاسبس دي يقفلها كده. طب وليه ما يحصلهاش اوفر فلوينج كده لفوق؟ ايوه تيجي بقى وظيفه البابيلاري ماسلز دي، ان انا في عندي كوردة تنديني شاده على اللور سيرفيس بتاع الكاسب. خلاص، لما يحصل كونتراكشن للفنتريكل، ما هي كمان هتكونتراكت، ما هي في الفنتريكل، فلما تكونتراكت تقصر، لما تقصر تشد، فلما تشد تمنع الريجرتيشن بتاع البلاد، يعني تمنع ان الكاسب يتقلب لفوق لان هي شده فمثبتاه لتحت، فمنع ان الكاسب يتقلب لفوق كده. خلاص، فهي دي وظيفه مين؟ البابيلاري ماسل. هي دي وظيفه البابيلاري ماسل. حلو، طيب البابيلاري ماسل قلنا على الرايت سايد كام واحده؟ ثلاثه، وعلى الليفت سايد اثنين، تعالوا نسميهم كده. الرايت سايد ثلاثه، واحده اسمها انتيرير بابيلاري ماسل طالعه من الانتيرير وول من جوه، واحده اسمها بوستيرير بابيلاري ماسل طالعه من البوستيرير وول من جوه. خلاص، واحده اسمها سبتا بابيلاري ماسل طالعه من الانتر فنتريكولار سبتم من جوه. خلاص،
فاهمينها كده يعني واحده طالعه من فوق من داخله لجوه كده ده بتاع الانتيريو واحده طالعه من البوستيريور طالعه فوق كده واحده طالعه من السيبتم لجوه كده خلاص والثلاثه يبعتوا الكوردا تنديني بتاعها طيب بصوا كده على الرايت سايد الانتيريور كوردا تنديني هتمسك في الانتيريور كاسب والبوستيريور كاسب انا عندي الكاسب زيها زي البابيلاري ماسل ادي الرنجة اهي عندي الحته اللي قدام فيها شورفه اسمها انتيريور خلاص كاسب وعندي من ورا في كاسب تاني طالع لقدام اسمه بوستيريور كاسب ومن ناحيه السبتم ميديالي في كاسب طالع كده اسمه سبتال كاسب خلاص انا عندي انتيريور وبوستيريور وسبتال زيهم تحت بابيلاري ماسل انتيريور وبوستيريور وسبتال تبعت كوردا تنديني الانتيريور رايحه للانتيريور كاسب والبوستيريور كاسب البوستيريور رايحه للبوستيريور والسبتال طب والسبتال رايحه للسبتال ارجع تاني رايحه للسبتال والانتيريور خلاص فهمنا حلو الكلام طب على الليفت سايد عندي تو بابيلاري ماسلز بس انتيريور وبوستيريور رايحين للميترال او الباي كاسبيد فالف اللي هو كمان عنده انتيريور كاسب وبوستيريور كاسب كل واحده في البابيلاري ماسل تبعت كوردا تنديني تمسك في التو كاسبس يعني الانتيريور هتمسك في الانتيريور والبوستيريور والبوستيريور هتمسك في البوستيريور والانتيريور خلاص طيب ده بالنسبه للبابيلاري ماسل ده بالنسبه لايه البابيلاري ماسل يبقى عرفتوا ايه الفروقات بين الرايت فنتركل والليفت فنتركل لحد دلوقتي في فروقات كتيره اولا في السايز ثانيا في الثيكنس في الحجم ده 9 وده 27 ثالثا في الرف ان فلو بورت بتاعها في الاستراكشر ايه هو الاستراكشر اولا بالنسبه للترابيكلي كارني هنا كورس وعدد اقل شويه هنا نيومرس وفاين شويه بالنسبه للمودريتور باند او سيبتو مارجنال باند موجود على الرايت سايد مش موجود على الليفت سايد بالنسبه للبابيلاري ماسل هنا 3 وهنا خلاص يبقى احنا عرفنا الرف ان فلو بارت وعرفنا الترايكاسبيد فالف والميترال فالف لو تفتكروا الترايكاسبيد فالف خلاص ده السيرفس اناتومي بتاعه ايه؟ حد فاكر؟ سيرفس اناتومي فين؟ ايوه كمل 3 3 4 4 حد فاكر 3 3 4 4 بريمو احسن من ترسو ايوه ترسو ده بقى فين في 4 انتركوستال سبيس ناحيه السنتر بتاع الاسترنال ناحيه السنتر بتاع الاسترنال هي كانت 3 استرنوكوستال جانكشن 3 سبيس 4 استرنوكوستال جانكشن 4 سبيس 3 3 4 4 بريمو احسن من ترسو خلاص السيرفس اناتومي بتاع طب السيرفس اناتومي بتاع الميترال ايه؟ 3 واحسن من 4 سيرفوستال 4 سيرفوستال خلاص والكلينيكال اناتومي يعني السمع بتاعه مختلف عن السيرفس اناتومي الميترال بسمعه فين؟ لابس الظهر برافو عليك في الفيفس ليفت انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين تراكاسبيد بسمعه فين؟ زيف استرنال جنكشن زيف استرنال جنكشن خلاص؟ طيب جامد انا كده ده هتستفادوا بيه بعد كده في البطنه بس بيفتكروه خلاص طيب ده بالنسبه ليه؟ تورس تعالوا نشوف السموث اوت فلو بورت سموث اوت فلو بورت على الناحيه الرايت اسمه فالمونري انفانتيبيلا عن الناحيه الليفت اسمه اورتيك فيستيبيول دول كانوا جايين منين؟ دول جايين من حاجه اسمها البلبس كوردس يعني حاجه اسمها ايه؟ بلبس كوردس خلاص البلبس كوردس دول تو بارتس ابر بارت ولور بارت اللور بارت بيشارك في عمل السموث اوت فلو بارتس بتوع الفنتريكلز طب والابر بارت يبقى اسمه حاجه اسمها ترانكس ارتريوزس ترانكس ارتريوز اللي هو بيديك التو جريت فيسلز بتوعك الاورطه والبالمونري
ويعدي ما بينهم سبايرال سيبتم اسمه اورتو بالمونري سيبتم. يفصلوا سبايرال ليه؟ عشان هيبقى في تريبل ريليشن ما بين البالمونري ترانك والاورتو. لو تلاحظوا البالمونري اورتو طالع من الرايت سايد ولكن طالع على الليفت وبعدين يلف على الرايت، انما الاورتو طالع من الليفت سايد بس هو على الرايت، رايت للبالمونري اورتو. خلاص في تريبل ريليشن. تريبل ريليشن ده ليه؟ عشان الامبريولوجيكال اورجن بتاعه كان اصلا ترانكس ارتريوزس حاجه واحده. خلاص ترانكس ارتريوزس ده طلع حاجه اسمها اورتو بالمونري سيبتم لف سبايرال فقسمهم للبالمونري اورتو. لازم تبقى عارف الامبريولوجي عشان الكونجنتال انوماليز هتبهدلك لو مش عارف النورمال امبريولوجي ده جاي منين وده جاي منين وده جاي منين. خلاص معنى ايه؟ مش سامعه، مش هيحصل لها. ناخد السؤال من صلاح. ليه؟ لان انت في الدايستول انت مليت بلاد، انت مش نازل بفلو، ده انت لسه هتكونتراكت عشان تعمل الفلو. ما انت خلاص نزلت في الدايستول، الكاش ده نزل فجاه مره واحده وانا دايستول ريلاكس ده اهو. طب هبدا كونتراكت، هبدا اعمل بريشر جديد. نجيب صلاح برضه. ما هي ريزيستنس الثرومبوز. ما هي لو ده كان سموث، لو ده كان سموث وانت نازل في جش، الجش ده ممكن يعوض الاثنين. الاثنين موجود عشان الاثنين، عشان في الدايستول قد قوه للكونتراكشن. طب نوقف ليه؟ مش هيحصل ثرومبوزس فوق. اصل خلي بالك ثانيه واحده يا جماعه، البلاد فلو، البلاد فلو ماشي سموث. تخيل انت في البلاد فلو القصب ده كان قافل في السيستول فانت محوش بلاد هنا، ده مش بيمشي البلاد ده في لحظه السيستول دي، القصب دي قافله ففي دم متجمع من هنا وبيجي لك من هنا. اول ما تفتح في الدايستول هينزل جش، ده مش ماشي ستريم سالك، الجش ده يعمل تربلنس. يعني ايه الفكره هنا؟ في كل الاحتكاك. في الاحتكاك. برافو عليك. خلاص خلاص ماشي. على فكره الهارت كومبلكس جدا، الهارت معقد جدا، ولسه في الفسيولوجي بقى لما تاخدوا الكاردياك سايكل عايزه عند ربنا عشان تعرف. سبحان الله سبحان الله. بص هارت لارجر ذان يور فيست وعامل ازاي. خلاص طيب ده بالنسبه للايه؟ الهارت. لا فلو بارت. خلاص لا فلو بارت سموث عشان جاي من اورجن تاني، وسموث علشان لما اعمل كونتراكشن في السيستول البلاد ستريم يمشي سموثلي اجينست ريزيستنس. خلاص طيب بالنسبه للفالفز بقى، انا عندي تو فالفز في الاوت فلو بورت. خلاص على الرايت سايد اسمه بالمونري فالف، على الليفت سايد اسمه اورتيك فالف. الاورتيك والبالمونري فالفز مختلفين عن الترايكوسبيد والميترال فالفز في ان هم سيمي يونر. حلو. طب ليه رب ايوه انت قول لي بقى ليه ربنا خلى الاتريو فنتريكولار فالفز ستريت والبالمونري والاورتيك فالفز سيمي يونر؟ حتى عارف يعني ايه سيمي يونر اصلا؟ هلالي بحيح. الترايكوسبيد والمايترال عاملين كده ستريت، انما البالمونري والاورتيك عاملين كده سيمي يونر. ليه؟ ايوه حلو الكلام. طب ماشي ما هنا الدم بيرجع ليه ما يعني ليه ما هنا ما هيقول يحتفظ بشويه الدم عشان الدايستول. ايه اللي بيحصل في الدايستول؟ صعب برافو عليك. عرفتوا ازاي؟ بصوا كده ساعه الكونتراكشن ده هنستفاد بالسيمي يونر فالفز قوي قوي في الاورطه. في مين؟ في الاورطه. الاورطه زي ما انتم عارفين الاسندنج اورطه بيطلع كورونري ارتريز اللي هم رايحين يغذوا الهارت ماسل نفسها. خلاص طب تخيل في السيستول يعني في الكونتراكشن بتاع الليفت فنتريكل انا بزق ببريشر 120،
ال 120 اللي طالع ده هيلحق يملى كرونري؟ لانه طالع ببريشر عالي، يعني ال 120 دي في طلعه الليفت فنتركل عشان اوصل للليج. هل الكرونري هيلحق يملى بالبريشر العالي ده؟ لا طبعا ما عمروش هيلحق يملى. طب امال الهارت هياخد الغذاء بتاعه ازاي؟ ديورنج الدايستول بقى وانا بريح سيميليونر فالز دي تتملي، فيبقى في فلو يسمح ان هو يروح لمين؟ الكرونريز عشان تغذي مين؟ عشان تغذي الفقر. شفتوا ازاي؟ كل حاجه ربنا خلقها ليها حكمه معينه. خلاص؟ كل حاجه ربنا خلقها ليها ايه؟ خلاص؟ طيب ده بالنسبه للبلمونري وعي. ثاني الاورتك ما شفناش السوفت لازم نشوف السوفت. وده بالنسبه للانترنال ستراكشر. صعب الانترنال ستراكشر؟ لا 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 ده على تويتر مبدئيا جد اشتر ايه ما نجيب التليفون اسهل ابعت لها التليجرام مبدئيا جالك اورجن عامل كده ماشي لسه تعرف ليش انت هون ظبطه الاول على فكره جالك اورجن عامل كده عشان تفحص سمك من هنا على الحاجات دي لسه بنتخانق في الحوار ده بس بقى يا عم باجي لك اورجن عامل كده ايه ده هارت عرفت منين ان هو هارت شبه الهارت مدور كون شيب في ماسوره حد يغلط في الماسوره الكبيره دي اكبر ماسوره في جسمك كله الهارت اهو وعامل زي الكون مفيش هارت عندنا ما فيهوش الكون والماسوره خلاص طيب فده هارت طيب خير. اعرف منين الايفكس من البيز من الرايت سايد من الليفت سايد ماسوره برده البوزيشن بتاعه اعرفه منين ماسوره حلو خلي الماسوره فوق والايفكس داون فورمولا تو ذا ليفت بروبر بوزيشن خلاص كل ما هو قدام الجريت فيسلز فينتركلز كل ما هو ورا اتريا حلو في هارت تبقى جايه كده غير اتريا جمال تعالوا نشوف الاتريا اللي هي موجوده في البيز اوف ذا هارت علمتكم المره اللي فاتت ادي قلبت البيز اوف ذا هارت هلاقي في حاجتين هلاقي في حاجتين حاجه عامله زي الشباك اهو مربع اهو وحاجه عامله زي الماسوره جنبيه شباك وماسوره خلاص الشباك الشباك هو مين؟ اللفت اتريا شكله هو ترانجلر شكله شكله الاربعه فالمونري جاي شكله اتريا طب والماسوره اللي جنبيه؟ هو اتريا وماسوره ده الكلام ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت امال ايه الجديد النهارده؟ تعالوا كده نبص عليه انا شايفين دي كده؟ لونجيتيودنال ماسل باند دي انا شايف الكلام ده هوريها لونجيتيودنال ماسل باند انا مش هروح معاهم شايفين؟ ما بين الحته دي ما بين الاكتيريور ربطات والبوستيريور سموث فاركس في علامه هنا كده فهي ماشيه لونجيتيودنال خلاص الماسل باند اللي ماشيه لونجيتيودنال دي اسمها ايه؟ مش هينفع بص كده في حته انتيريور اهي وادي الحته البوستيريور اهي في ما بينهم حاجه ماشيه لونجيتيودنال كده دي اسمها ايه؟ كريستا ترمينالس دي اسمها كريستا ترمينالس اهي الجزء ده ده من بره اهو بص كده لما اقلب من جوه او فتحت جوه شايف العلامه دي فين هو رفع على الكلام ده السالكس ترمينالس فده كده انتيريور وبوستيريور من بره اسمه كريستا ترمينالس من بره اسمه ايه كريستا ترمينالس اهو من بره اسمه كريستا ترمينالس طب لو قلبت فتحت الانتيريور بورت ده من جوه السالكس ترمينالس هتلاقوه فينت شويه من جوه هتلاقي ايه سالكس ترمينالس فينت فينت شويه خلاص تمام اهو ادي الكريستا اهي من بره بس من جوه الامبريشن بتاعه خلاص اسمه سالكس ترمينالس طيب بص كده على الانتيريور بورت ده بص كده على الانتيريور بورت في بارل المسل فايبرز ماشيه فيه خلاص اهي الانتيريور بورت هتلاقي فيه بارل المسل فايبر ماشيه فين يا اولاد خلاص اهي بص كده بارل اهي خلاص هاي الناس اللي هتلاقي في بارل الموسل فايبرز ماشي ده مش سموث
ما دام لقيت حاجه مقسمه كده فده مش سموث، ده رف. خلاص طيب مين الماسل فايبرز اللي ماشيه بارالل دي؟ طب بالنسبه للانتيرير رف فور، طب تعالوا نشوف كده البوستيرير سموث بارت. بص كده من جوه، بص في فتحه عندي كام من جوه، في فتحه اهي، في فتحة هيك فوق اللي هو ده. لا مش عايز اكتر من كده. في فتحة فوق اللي هي بتاع السبيرو من كده. خلاص؟ في فتحة كده. انتيريا اند ميديس. خلاص؟ طيب بصوا كده يا شباب. تعالوا بس عشان اوريكم الصندوق الريشن بتاعنا. يا ابن هبل يا ابن رجل يا ابن رجل. ما هي لج يا ابن. بصوا كده. ايه راحت فين؟ اصبروا يا اولاد اصبروا. شايفين الحته دي؟ شايفين الحته دي؟ دي الكريست دي؟ دي الفوسوفالس. بص حواليها الكريسنت ازاي؟ اه فانيولوسوفالس. خلاص؟ يبقى ده كده. بص كده اهو الدبريشن بتاعنا اللي اسمه فوسوفالس وحواليه فانيولوسوفالس. اللي ورا هوريكم في الاخر. خلاص؟ طب اللي ورا هوريكم في الاخر بعد ما الناس دي تمشي. تمام؟ تعالوا نشوف الفنتريكلز كده. بص كده شايف سيكنس ده؟ الاضاءه دي هو ده احنا فاتحينه على البحر. بس احنا كده شايلينه فاتحينه على البحر. خلاص. انما ده بص السيكنس بتاعه قد ايه. لما تفتحه من جوه شوف السيكنس بتاعه عامل ازاي. ده الليفت فنتريكل. عرفت منين ان هو الليفت فنتريكل؟ ايوه انتيريور تو ذا ليفت. طب مش متاكد؟ حط كده في الاورطه يطلع لك زيو. هما نسيب الالم فيه. حاسس ان انا بلعب كروس فاير. بصوا كده يا اولاد شايفين البروجكشن ده؟ الكونال بروجكشن ده اه ده فات. الكونال بروجكشن ده دي البابيلاري ماسل. الكونال بروجكشن دي البابيلاري ماسل. بصوا طالع منها خيوط ازاي؟ هي دي كوردة تندين. خلاص هي دي كوردة تندين. سبحان الله العظيم. طالع جوه. خلاص دي اسمها البابيلاري ماسل. اسمها ايه؟ بابيلاري ماسل. هتلاقي طالع منها خيوط. خلاص الخيوط دي اسمها كوردة تندين. اسمها ايه؟ خلاص طيب من جوه هيعلمك على ايه؟ هيعلمك على الكريستا ترمينالس. هيعلمك على الكريستا ترمينالس بس. خلاص؟ او يحط لك الفورسبس ده جوه اي فتحه من الفتحات وتقول الفتحه دي ايه؟ خلاص؟ ده الانفيرو فينكيفا، السوبيرو فينكيفا، لا الشرايكاس بدورس. خلاص؟ طيب بالنسبه للفنتريكل هيوري لك ايه؟ اخره يعلم لك على البابيلاري ماسلز او الكوردا تندين. اخره يعلم لك على البابيلاري ماسلز او مين؟ الكوردا تندين. بلس بلس الفيسلز. الاورطا، البالمونري ترانك والبالمونري ارتري، الكرونريز الرايت والليفت. خلاص؟ والليفت لو علم لك قرب البالمونري ترانك يبقى ده المين ستيم بتاع الليفت كرونري. انما لو علم لك على بعيد هيبقى الانتيريور انتر فنتريكولار. هيبقى سيركم. خلاص حد عايز اي حاجه؟ ايه؟